الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، سائل يسأل عن نواقض الوضوء. أقول المجمع عليه بين أهل العلم من النواقض كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو درات أو ريح أو مذي أو ودي، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. ومن النواقض أيضا عند بعض الفقهاء لمس المرأة بشهوة. ومن النواقض أيضا عند بعض أهل العلم كالحنابلة وأهل الظاهر مس الذكر أو مس الفرج. لكن أيضا المشهور أن المس إذا كان بشهوة، أما المس العادي فإنه لا ينقض الوضوء، لأن حديث بصرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ومن النواقض أيضا كما يقول المالك الحنابلة وأهل الظاهر أكل لحم الإبل، لما ورد في حديث جابر بن سمرة أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا تتوضأ من لحوم الغنم، قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، مع الوضع في الاعتبار أن جمهور الفقهاء يرون ذلك استحبابا وليس وجوبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.